لنعمل بطاطا كمبير التركية. إحنا بحاجة لأربعة حبات بطاطا مشوية، 100 جرام زبدة، 6 ساسج، و100 جرام جبنة شدر، علبة ذرة، زيتون أسود، بازيلا وجزر مع مايونيز، ومخلل خيار، كاتشب مايونيز للوجه. دلوقتي احنا عندنا هنا دي بسله وجزر مسلوقين، اوكي، دول هنحط معاهم مايونيز. مايونيز مايونيز وشويه ملح وفلفل عشان نبقى بس جهزنا ايه كل الحاجات بتاعتنا قبل ما نجيبها من الفرن. اوكي، تمام جديد، تمام كده، اوكي، شويه مايونيز وشويه ملح وفلفل. رح نخلط البازيلا والجزر مع المايونيز. طيب البازيلا وجزر وملح وفلفل. أوكي. البطاطا اخذتها زي ما هي، لفيتها في ورق الفويل وحطيتها في الفرن ساعه على درجه حراره 180. بس اوكي، تطلع هيك مشويه، تطلع مشويه ومنهنها، يا عيني. فلازم ناخدها وهي سخنه، ولازم نحطها في طبق زي ده علشان خاطر ما واحنا بنشتغل فيها ما تفتحش وتقطع. هنفتحها من النص، فشوفي انا لما بفتحها لازم تكون زي الزبده هيك وانت بتفتحيها. بس انا ايه قصدي، ان احنا لما نفتحها كده اهو، لازم تبقى دي عندي حمايه ليها. ايوه، لو انا مش حاطه دول هتفتح وتفتح. أوكي. خالص. دلوقتي لازم نقلب البطاطا اللي جوه، لازم نطلعها كده شوي، ما نطلعها بره. لا ما بنطلعهاش بره، وهي جوه. بس هنعمل ايه وهي جوه كده؟ هنحطها مع حته زبده، شويه زبده. طبعا هون برجع حسب الرغبه، اللي عامل دايت بحط نقطه زبده صغيره، اللي مش فارقه معه يحط زبده. يحط زبده بالظبط، فهي طبعا لان البطاطا سخنه الزبده هتدوب. فهنحط كده بالراحه بس عشان ما نكسرهاش، لانها طبعا سخنه، فسخنه ممكن بسرعه تتكسر. عشان هيك المنيح اللي حطينا هذا بالظبط، فدي لازم كتير مهم الطبق ده. غدا اريح لك بالمعلقه، حاسه. بس انا حبيت الاول اخد الوش اللي فوق، لان المعلقه بتدخل جوه كتير. ما بدك الأجر. لا مش عايزاها تتكسر مني، لانها سخنه يا روان. والله بالخلط احسن لك. بالخلط احسن، انا كنت بس بطلع القلب الاول. والله زاكي، شايفه هاي سلمى بتقولي اتركيها براحتك. ياه، طب انا بساعدها. طبعا انا بساعد. ياه حبيبتي سلومه وحبيبتي روان. طيب دلوقتي بعد ما ابتدينا نعملها كده، لسه هنقلب كمان، بس بناخد الجبنه. الجبنه كل ده. انت نوعين جبنه؟ اخترت نوعين. كل ده واحنا بنعمل ايه؟ لسه قاعده او قلب البطاطا بتاعتنا، شايفه؟ لسه عم نعمل لسه بنطلع فيها وبنقلبها. بسلة وجزر بالمايونيز. كل واحدة رح تعمليها شكل، صح؟ بيتحط هو عليها حاجات كتير والله يا روان، يعني هلا شوفي، انا لما اروح عند المحلات اكلها باكل مثلا، بحط ذرة، كتير بحب الذرة اهو، وبحب احط عليها مخلل اهو، كله برجع بحط تشيز، شوي جبنة غير اللي هم حاطينها، شو بحب الجبنة شوي عليها. وبحط يا ستي ريد بينز، هذا اللي هو الفاصوليا الحمراء. ما جبتهاش، ما حسيت يعني ان هذا، يعني مش عارفه، ما رضيتش احط لهم حاجه مكسيكي وهم اتراك، ما حبيتش ادخل على ثقافتهم. صح هيك. طيب احنا بعد ما بنخلصها، هي ما بتخشش الفرن تاني؟ لا خلص. بعد ما بتخلص هذا المنظر الرائع. بناخد ال الكاتشب، صح، ومايونيز في ناس بيحطوا. طبعا. وبناخد المايونيز. طيب. لا مليانه، بس لازم هي مليانه، كانت بالعكس، انت لازم تحطيها عكسي. ايوه